السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وتكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم تحلية أو لديسير كيجي رائع بزاف، مكونات اللي هي بسيطة وما غاديش نحتاجو أننا ندخلو الفرن، كيوجد في دقائق. أنتم شتو معايا المكونات، صراحة كيجي رائع بزاف هاد التحلية هادي. المهم غادي نبدا معكم الوصفة ديالنا. غادي ناخدو هاد لوبول وغادي ناخدو الكريمة. بالنسبة للكريمة غادي تستعملو على حسب الكؤوس اللي نتوما عندكم، مثلا انا هنا عندي 6 ديال الكاسات كبار، استعملت نصف لتر ديال الكريمة. غنضيف عليها 2 الملاعق كبار ديال الفرماج كريمي، تقدروا نتوما تستعملوا اي فرماج عندكم، انا هنا استعملت فيلادلفيا. غنضيف عليها كذلك دانون كراميل، تستعملوا اي نوع، المهم يكون ديال الكراميل. غنضيف هنايا 2، غنضيف سكر غلاسي، هنا عندي واحد الملعقه كبيره. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نزيدني واحد الملعقه كبيره ديال الفرماج كريمي. انا باقي كاع ما خلطت ولكن حسيت بانه غادي تخصني الفرماج. اذا هنا استعملت 3 الملاعق كبار فرماج كريمي، كيجي صراحه زوين هاد الكريمه هادي اللي فيها الفرماج والدانيت، كتجي رائعة بزاف، خطيرة. غادي نطرب هاد المكونات مزيان حتى كيطلع ليا الخليط بهذا الشكل هذا. المهم ما خاصناش نطربوها بزاف حتى تجمع لينا، خاصها تبقى بحال هاد القوام. كنديرو سومي مونتي، يعني ما كان مونطيوهاش بزاف، كتبقى بحال هكا خفيفة. انتما كتشوفوا، كنزيد نوضح لكم اكثر باش هكا تشوفوا القوام ديالها، والريحه ديالها بنينه بزاف، عرفتي دقتها خطيره، جات رائعه بزاف. سورتو هذاك النكهه ديال الكراميل جات غزاله. صافي هنا كناخذ الكؤوس، انا استعملت هادو اللي هما شويه كبار ماشي صغار. وغادي ناخذ هاد البسكوي سميتو لسان العصفور، كيجي حتى هو رائع بزاف. تقدروا تستعملوا اي بسكوي عندكم، انا غير كنبغي دائما في هاد التحليات كنبغي نبدل البسكوي، ولكن نتوما تقدروا ديروا اي واحد عندكم في الدار او لا اي واحد متوفر اللي غادي تقدروا تشريوه، ماشي بالشرط انكم ديروا هذا. انا غير كيف ما قلت لكم حيت كندير تحليات بزاف وكنبقى كل مره كندير نوع، يعني ما كنبقاش ندير نوع واحد. صافي غادي نغمسوا في الحليب بهذا الشكل هذا، وكل كاس غادي ندير فيه تقريبا من 2 حتى ل3 القطع على حسب، حيت هاد البسكوي هذا رقيق بزاف، ولكن راه فاش كنغمسوه في الحليب كيتنفخ وكيجي رطب وكيجي غزال القوام ديالو هاد البسكوي هذا. غنستمر بحال هكا حتى غادي نكمل الكاسات كاملين. صافي هنايا بعد ما وزعت البسكوي، دابا غادي ناخذ الكريمه وضعتها في هاد لابوش. انتما شتو القوام ديالها، راه كتجي خفيفه ما كتجيش عاقده. كنوزعها بهذا الشكل هذا، كتقدروا تستعملوا كذلك الملعقه بحال درتو بوش بحال درتو ملعقه. المهم كنحاولوا نوزعوا الكريمه بهذا الشكل هذا. كنديروا كذلك طبقه ثانيه من البسكوي. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنكمل هاد الكاسات، كندير طبقه كريمه وطبقه بسكوي. بعد ما كملت هنايا البسكوي درت طبقه ثانيه ديال الكريمه،
كيف ما كتشوفوا معايا هادوك اللي من الجنب صافي هادوك عمرتهم. كذلك ملي درت الطبقه الثانيه الثالثه ديال الكريمه كنعاود ندير عاوتاني البسكوين، حيت انايا كيف ما قلت لكم عندي الكاسات كبارين تبارك الله، يعني ماشي كاسات صغار. اذا درت ثلاثه طبقات، طبقه بسكوي وكريمه وكذلك بسكوي وكريمه، ودابا كندير بسكوي وغادي ندير فوق منهم الكريمه. غنضيف هنايا الكريمه كطبقه اخيره. المهم قد ما عمرتهم مزيان بالبسكوي والكريمه، سورتو الكريمه كتجي خطيره بزاف، تقدروا تاكلوها غير هكا بوحديتها، يعني ما تحتاجوش انكم ديروا معها بسكوي، كتجي غزاله بزاف. صافي هنايا بعد ما كملت الكاسات ديالي عمرتهم مزيان، انتما كتشوفوا معايا هنا الكريمه اللي بقات ليا غادي نخليها جانبا. غناخذ هنايا الفويتين اللي هو هذا وغنزين به الوجه بهذا الشكل. كيبقى لكم التزيين على حسب الذوق ديالكم وعلى حسب الموجود وعلى حسب الرغبه ديالكم. كنعطيكم انا فقط افكار وانتما كديروا اللي بغيتيو. صافي هنايا غادي نعمر الكاسات ديالي كاملين بالفويتين. كذلك غادي نضيف هاد الحبيبات ديال الكراميل من الفوق. هادشي كامل كتقدروا تلقاوه عند المحل ديال مستلزمات الحلويات، متوفر عنده كل شيء، اي حاجه كطيح لكم في بالكم غادي تلقاوها عنده. وهنا غادي ناخذ الكراميل، هادو خديتهم من الفلون كراميل، كريم كراميل. خديت لي هاد الكراميل، هذا هو اللي استعملته. اولا كتستعملوا هذاك الكراميل اللي كيتباع في القرعه، انا غير ما كانش عندي سالة ولقيت عندي الكريم كراميل واستعملت هاد الكراميل ديالو. صافي كنزين به بهذا الشكل، هذا كندير خطوط. صافي وهذا هو الشكل النهائي للتحليه ديالنا، كتجي بهذا الشكل، هذا كتجي رائعه بزاف. هنا غادي نوضع كذلك من هذا البسكوي في الجن بهذا الشكل هذا. المهم التزيين دائما كيبقى على حسب الذوق ديالكم. هنا كنزيد صوص شوكولا من الفوق. المهم كنحاول انني نبتكر شويه ونبدع من هذا الشيء. صافي وهذا هو الشكل النهائي. انا كنوضح لكم الصوره اكثر باش هكا تشوفوا كيفاش كيجي، كيجيو خطيرين بزاف، كتجي التحليه رائعه بزاف. غنوريكم القوام ديالها كيفاش كتجي من داخل الكريمه، كتجي معلكه خطيره بزاف، وحتى البسكوي كيجي دايب ومعلك، كتجي رائعه بزاف، غزاله التحليه هذه. وصلنا لنهايه لا فيديو، نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا بالوصفه ويكون عجبكم لا فيديو، ولا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من لايك ومن لي كومونتير. بالصحه والراحه.